كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أنا اللي توفى لي الوالد ديالي شهيد الوباء، أستاذ تربية إسلامية العمراني الخالدي رشيد، أستاذ سلك الثاني في ثانوية مولاي يوسف. الوالد ديالي شهيد الوباء ومقتول. الوالد ديالي مات على جوج مرات، شهيد ومقتول، مقتول بالإهمال. هو شهيد الله، ربي بغاه، الحمد لله، هذه كرامة من عند الله، احنا كنحمد الله ونشكره عليها. أنا فرحانة به، أنا عارفه في جنة النعيم، وربي عاطيه من خيره ومن فضله. كما حرمه با من ديك جغمة الماء ومن ديك المكلة، ربي غيعوضه، ربي غيسقيه وغيكرمه وغيعطيه كل شيء. أنا عارفه هاد الشيء، ولكن أنا حق با ما غنسمح شي فيه. ضروري خص العموم يعرفوا هاد الشيء. هذا الأب ديالي، الأب ديالي في اللحظة الأخيرة ديالو كان كيصوني لي، كيقول لي الله الله الروح خارجة، با معك شي واحد؟ ما معايا تا واحد، عاملين الضد. هاد الشيء اللي قال لي عاملين الضد. أنا عندي الأدلة على هاد الشيء هذا، أنا غادي نسلمكم كل شيء، ولو أنه صعيب عليا هاد الشيء، صعيب عليا أنني نسلمكم هاد الشيء، لأنني أنا ما كنقدرش نسمع لهاد الشيء، حيت با مات الله يرحمه. كنقول له با انا ديت له الماكله ووصى معايا المدير، وانا كنوصي الناس دخلوا له الماكله على اساس انا ارتحت، مشيت بحالي وارتحت على اساس با غادي ياكل. با مي كنصوني عليه ديك شي دخل مع ثلاثة د العشيه، كنصوني على با مع 6 د العشيه، با كليتي ما عطاني حتى واحد نهار 11 د الليل، نهار ديال السبت مع 11 د الليل، با عطاك شي واحد تاكل؟ ما عطاني حتى واحد ناكل. با شربتي؟ ما شربت، ما كليت. دابا يجيو يعدلوا لي غير التنفس، ماشي مشكل، يعدلوا لي غير الاكسجين، يعدلوا لي غير التنفس. هذه هي الهضره اللي كان كيقول لي الوالد ديالي. عيطت انا للمدير ديك الساعه، قلت له سيد المدير الوالد ديالي كيموت. قال لي انا غنعيط لهم، عيط لهم. شويه كيصوني عليا واحد الطبيب من تما، صنع عليا الطبيب، قال لي الوالد ديالك مزيان، ساتوراسيون ديالو 94 94%. انا ارتحت ديك الساعه شويه، قلت الوالد ديالي في ديك الحاله وهذا، يعني ممكن ان يكون متوتر او لا شي حاجه، ولا خايف من الموت، ولا وهي الموت فيه. كيف يعقل مع 7:30 د العشيه الساتوراسيون ديالو 94 ومع 11 د الليل توفى؟ انا لحد الان وباقي هادشي كيدور لي في راسي، وما غاديش نرتاح حتى نشوف اللحظات الاخيره دبا واش كان معاه شي واحد او لا ما كان معاه حتى واحد. كلشي عنده مسجل تما، عندهم الكاميرات، الناس اللي خدامين تما. نقطة مهمة أنا غادي نتكلم عليها، هادوك الناس اللي خدامين تما دون المستوى، دون المستوى، ماشي أطر وماشي دي زي دي او ما تا حاجة، الناس ديال الشركة صالح ديالو ما وصلش حتى 2000 درهم جو سي با. أنا وقاية مدنية، فين هما الأطر اللي خصهم يخدموا مع كوفيد؟ فين هما الأطر دي ليسونسيي دي؟ فين هما الناس الكفاءة المهنية؟ فينا هما اللي خصهم يخدموا معنا؟ هادوك ناس حساسين، هذا وباء من عند الله، مرحبا به، ولكن خاص الناس اللي عندها الكفاءة المهنية هما اللي خصهم يكونوا تما كيخدموا مع هادوك الناس، حيت هادوك الناس مسألة حساسة جدا اللي هي ديال التنفس. يعني حنا يا صافي فوتنا كل شيء، يعني مي كتوصل للحاجة اللي بومو للرية للتنفس كتسالى كل شيء. هادوك الناس ماشي عاديين اللي تما، هادوك الناس بينهم وبين الموت يعني خطوه، يعني خص المراقبه والمتابعه، وكل واحد يكون عند راسه واحد، يحتاج يشرب، يعتقر الروح، يحتاج ياكل شي معلقه، غير معلقه صبه، زقيفه ديال الماء، الساتوراسيون ديالو رد. هما جالسين كيدوزوا في الكاميرات وما يدخلوا حتى توصل الساتوراسيون 50 60، كيقول لك 60 هذا ودخلوا الدخل، وراه كندخلوا حتى كتوصل الساتوراسيون 70 60 50. لا كندخلوا غير شويه، غير نشوفوا المالات شويه ارتابك اولا شويه تحت الساتوراسيون ديالو كندخلوا، والحمد لله. والتليفون ديالو لحد الان باقا ما توصلش به، السرقه خدامه تما على الجهد. علاش اودي؟ هذه جريمه، هادو الناس فيهم كوفيد كورونا،
التليفون الكراتي ديال با مشى، والتليفون ديالو مشى تما، عنده داكشي مهم، الحوايج ديالو كاملين مشاو. علاش؟ هذه جريمه، هذا كورونا كينتقل، يعني غير تشم، غير الريح، غير الريح، ماشي عاس تاخذ التليفون ديالو، التليفون ديال مالاد ديال كورونا، التليفون ديالو مشى، شكون داه ما نعرف، ولكن كلشي راه كاين في التسجيلات، كلشي في الكاميرا. الحمد لله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.